القضية العليا المستقلة للانتخابات أكملت كل الاستعدادات اللازمة ليوم الاقتراع الذي يصادف يوم 18/12/2023، فهي أنجزت كل الجوانب المتعلقة سواء كانت فنية أو لوجستية التي تنضوي تحت مفهوم الجدول الزمني العملياتي. أما ما يتعلق منها بيوم الاقتراع فهي ممتدة إلى اختيار الوقت المناسب قبل يوم الاقتراع لكي تكمل كل الاستعدادات، وبالتالي المفوضية لا يحول بينها وبين يوم الاقتراع سوى الوقت فقط. بس هيئت بس كل الجوانب اللوجستية. دكتور حسن، نعم. هذا جاي يدخل ويانا دكتور باسل، ما لك علاقة هسه لحد ما يضبط دكتور باسل ويانا. بس سؤالي لحضرتك، هاي 70,000 كاميرا، نعم، يعني خلال يومين ممكن تتثبت، ممكن تتشكل؟ يعني اولا للتصحيح استاذ عدنان، اكثر من 111,000 كاميرا وليس 70,000 كاميرا، بواقع 4 كاميرات للمركز وكاميرتين لكل محطه. الكاميرتين الاساسيه توضع في باحه المركز، والكاميرتين خارجيه خارج المركز لمراقبه سير العمليه الانتخابيه في الخارج. اما الكاميرات في المحطات فهي بواقع كاميرتين لكل محطه. اما بالنسبه للنصب للكاميرات فاعتقد تكنولوجيا وحسب معلوماتي، وانا لست متخصص في هذا الجانب، ولكن بعد الاستفهام من الجهه المعنيه اللي هي دائره العمليات، انه نصب الكاميرات لا يحتاج الى وقت كبير نظرا للتقنيه الكبيره اللي تتميز بها هذه الكاميرات، ولذلك فان نصب الكاميرات خلال المده التي ذكرتها هي كافيه تماما كما ذكرت الجهه المعنيه في مفوضية الانتخابات. كم نعم. كم احنا نتحدث عن كم بطاقه بايومتريه؟ 16 مليون بطاقه. نعم، اكثر من 16 مليون بطاقه. ايش قد توزع من عندهم دكتور؟ والله حاليا استاذ عدنان، يعني تعرف انت العدد متحرك، والموزع لحد الان اكثر من 15 مليون بطاقه، ونحن بصدد التوزيع في بقيه الايام. اليوم اصدر مجلس مفوضين انه التوزيع سيستمر في المراكز لغايه 15، ومن ثم تنقل البطاقات المتبقيه الى مكاتب المحافظات ويتم توزيعها في المكاتب بشكل مباشر. وكما تعلم حضرتك انه احنا واعتدنا في كل عمليه انتخابيه انه دائما اقبال المواطنين يزداد في الايام الاخيره على البطاقات البايومتريه. هذا الرقم، يعني انا قبل ايام كان الرقم اللي واصلني 12 مليون التوزيع، انت تتحدث عن 15. نعم. مليون. نعم جيد. نعم استاذ عدنان، مو هو ليش احنا مرات نذكر رقم معين حقيقه، وهذا الرقم هو يعني في وقته، يعني كل ما نذكر فد رقم معين احنا كمتحدثين او كمصادر من المؤسسه، هذا الرقم في تزايد. ليش؟ لانه الاقبال ده يتزايد يوم بعد يوم، وحاليا